ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. هنحمره كده الفلفل عشان ناخده منه نعمل بتنجان بالخل والثوم وبتنجان بالصلصة. هنحمر حبة حبة عشان كده. هنحمر حبة حبة أكلة شعبية النهاردة رائعة. معلش إن احنا هنعملوها فيديوهين عشان في حاجات هتستوي وحاجات هتتملح عشان الفيديو ما يطولش عليكم حبايبي. أهو هنحمر الفلفل حلو بتسميه البتنجان اللي هو بالصلصه بتسميه البتنجان مسقعه، واحنا هنا الاسكندرانيه بنسموه غير اللحمه المفرومه بنسموه بتنجان بالصلصه عادي. ده مش المسقعه، المسقعه عندنا في اسكندريه اللي هي باللحمه المفرومه، لكن اللي هنعمله النهارده مع بعضينا ده بتنجان عادي بالصلصه. احنا عملنا الصلصه بتاعته اهي، عملنا الصلصه بتاعته جميله جدا اهي اهي اهي، شايفينها عامله ازاي رائعه. احنا كده بنحمر الفلفل بس عشان نحطه على وش الباذنجان ميبقاش نايم. دي بقى مش بندخلوها زي المسقعه في الفرن، لا دي عادية البتنجان يتشرب ولو بات بتبقى احلى واطعم. احنا بنعمله الاكلات البسيطة اللي كل اهالينا يعرفوا يعملوها، ما بنعملش الاكلات الكبيرة اللي دلوقتي الاقتصاد معانا عالي جدا. احنا كده اهو حمرنا حبة فلفل اهو، هنطلعهم ونحط التانيين. خليكم معانا راجع لكم تاني. كده حبايبي احنا حمرنا اهو الفلفل، فلفل بخل وثوم وفلفل بالصلصة مع البتنجان. احنا كده هنقلي البتنجان اهو، ومعانا البصارة لسه بتستوي. اهو مقطعينه مكعبات كبيرة عشان ياخد ويدي ويشرب الصلصة. وفي ناس بتقطعه حلقات اللي انتوا عايزينه، والبتنجان دي حسب رغبتكم انتوا اقطعوها اللي انتوا عايزينه، القطع اللي انتوا عايزينه. احنا كده اهو معانا البتنجان بيستوي، والبتاع اهي بدأت البتاعه وتخش في السوا. هنحط لهم الخضره بس حبه كمان، الفول لسه اهو بدأ يتهري معانا. اهم حاجه ان هي ما تلزقش منها، هي لسه فاضل لها حاجات بسيطه. كده اكلتنا. هنحمر البتنجان كله، وتكون البصارة بدأت تخش في السوا، احط لها خضرة واشوفكوا تاني. استنونا ارجع لكم تاني. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا كده البصارة بدأت انها تكون تخش في السوا ولسه فيها مية شوية، فاحنا هنحط له الخضرة اهو لسه برضو ايه بتستوي شويه بالخضره، بس مش هنسيب الخضره زي ما احنا عارفين. كزبره وبقدونس، بس كزبره وبقدونس فقط لا غير بالبصل.
نسيبها كده اهو تغلي بالبخاره حبه كمان اهي. اهم حاجه ما تتلسعش مننا من تحت، والخضره بتاعتها اهي كده اهو تمام. نغطيها حبه كمان، والبتنجان بتاعنا اهو بدا ان هو يتحمر اهو. هنعمله حبة بالصلصة وحبة بالخل والثوم جنب الأكلة الحلوة الجميلة دي، وهنحمره كمان بطاطس جنبهم. وده كان غدانا النهاردة. نحمر البتنجان ونرجع لكم تاني. ازيكم حبايبي؟ بصوا كده البصاره هنسيبوها اهي استوت اهي، والخضره وكله اهي، هنسيبوها بس تبرد عشان نعرف نضربها في الخلاط في اي حاجه. عايزين نضربها ده كلها مهريه اهي، الفول مهري والخضره مهريه والبطاطس وكله. هنسيبها تبرد ونضربوها مع بعض، وادي بتنجاننا بيتحمر ان شاء الله نكملها. استنونا راجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني حبايبي، اهو عملنا البتنجان اللي هنعملوه بالصلصه، حطينا عليه الفلفل، وهننزل اهو بالصلصه بتاعتنا اهو. وهنعمله كده البتنجان اللي هو بالخل والثوم. احلى حبة بتنجان بالصلصة اهو. هنولع عليهم البوتاجاز ونرجع لكم تاني. هنعمله دقة البتنجان اللي هي بتاعت الخل، عبال ما البتنجان يطلع عشان نكبها عليه، نحطها عليه تبقى جاهزة معانا زي الصلصة كده اهو. اهو البتنجان بدأ يتحمر بتاعنا اهو. البتنجان بتاعنا بالصلصة اهو على النار اهو. اهو نحمره ثومة، وهننزله عليها بالخل. بعد ما البتنجان بتاعنا يطلع اهو اهو هيتحمر، بيتحمر اهو. اهو هنحمره الثوم عشان يبقى جاهز معانا اهو. نحمروه بس حبه كمان اهو. اما تحمريه كده يبقى محمر، يدي طعم جميل، لان لسه انت هتكبي عليه الخل اهو. هتاكلوا بقى حبة بتنجان
احنا النهارده عاملين كذا صنف بتنجان جنب البصاره. البصاره بتحب كل حاجه جنبها، طماطم مملحه، بتنجان مملح، بتنجان بالصلصه. هنجيبه كده بالخل بتاعنا حبه حبه عشان النار اهو. هنحط معلقه كمون اهي عشان يديله طعم، وحبه ملح عشان البتنجان بتاعنا اهو. دقه البتنجان اهي اللي بنخلي والثوم جميله. هنسيبها حبه على النار تغلي. شوفوا البتنجان بتاعنا اهو بيتحمر. احلى اكله تاكلي فيها عيش وتنسي الرجيم وتنسي اي حاجه. الله يرحمك ياما ويسامحك ويرحم حماتي ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. كانوا الناس لو يعملوا ايه الاكل ليه نفس وطعم. تاكلي لما تشبعي احسن من اللحمه واحسن من الفراخ واحسن من اي حاجه. الاكلات بتاعت اهالينا بتاع زمان دي كده. هنقفي على الخل بتاعنا بقى لغايه ما نحمر البتنجان بتاعنا ونحطه في العلبه، ونقفي على البتنجان بتاعنا اللي بالصلصه برضو. خلاص كله كده هنوريه معاكم. ان شاء الله مع البصارة. لسه احنا ما ملحناش البتنجان بتاعنا، ان شاء الله هنملحوه سوا. بصي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حمرنا البتنجان اهو، وهنحط عليه الفلفل اهو. هننزله كده بالفلفل بتاعه اهو، وهنكب عليه الدقه بتاعته اهي اللي بالخل والثوم. عملنا بتنجان بالخل والثوم، وعملنا بتنجان بالصلصه، ولسه البتنجان مملح والبصاره. هسيبكم في رعايه الله وامنه، وهرجع لكم تاني نعمله مع بعض البتنجان المخلل والبصاره.